سلامتك يا ابو النمر سلام. هذا ابو سلام هلا حياك كيف الحال؟ الله يعطيه العافيه الصحفي اللي ما لي بتعب. ايش هسه مش تعب؟ لا يتسجع عارف ايش حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه النافذة عبر وكالة جي ميديا من بلدة بيتا قضاء مدينة نابلس للمواجهات الأسبوعية الدائرة مع قوات الاحتلال. إذا كما تشاهدون في هذه الصورة الآن مواجهات تجري مع قوات الاحتلال، حتى الآن بحمد الله لم يوقع ولا إصابة. إذا مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا، بلدة بيتا قضاء مدينة نابلس تعاني منذ أكثر من 9 شهور من محاولة للسيطرة على جبل صبيح غرب أو جنوب المدينة. كما تشاهدون الآن جنود الاحتلال يطلقون وابل من الغاز المسيل للدموع. إذا في هذه الصورة كما تشاهدون وابل من غاز المسيل للدموع باتجاه الشبان. إذا جيش الاحتلال يطلق الأعيرة الغازية تجاه المتظاهرين، وكذلك للأعيرة المطاطية ورصاص الإسفنج لمحاولة تفريق المواطنين من محيط جبل صبيح ومنطقة الأوتي في بلدة بيتا. حتى الآن اشتداد للمواجهات التي لا تزال مستمرة ما بين الشبان وجيش الاحتلال. الجيش يحاول تفريق، كما تشاهدون يحاول تفريق المواطنين والشبان بالقوة من خلال إطلاق وابل من غاز المسيل للدموع باتجاه الشبان.
مشكلة داخل المكان إذا المواجهات من كما تحدثنا لازالت مستمرة بين الجيش وقوات بين الجيش والشبان. إذا الجيش لا يزال يطلق الغاز المسيل للدموع في محاولة تفريق الشبان.